على هذه الطريقة التقليدية يتم استقبال فرق البارود الفولكلورية لبعضها من داخل وخارج ولاية معسكر لإحياء تراث المنطقة بعد غياب هذه اللقاءات لعقود من الزمن. والحمد لله يا ربي اللي وفقنا الله بان نوصلوا نحيوا ذا التراث اللي في معسكر اللي مسوا سونتويت اللي مات في معسكر، والحمد لله هذا بفضل جهود كاع الشباب هنا تاعنا. التقليد تاعنا عندها مراحل. مراحل تاعنا الاولى عندنا نلبسوا العلام، نلبسوا العلام هذا بالنوبه، نلبسوا العلام ومن بعد نديروا القرص تاع العلام. غادي نستقبلوهم حنا استقبال تقليدي، تشوفيه بالطبل نلاقوا بالعلامات ومن بعد في الليل عندي يدخلوا يلعبوا البارود، وفي الليل عندها رشقه بالعود، عندنا عود وعندنا طبل. برقصات متنوعة وآلات موسيقية خاصة تباشر الفرق إحياء احتفالها بالتهليل والصلاة على النبي وعلى مراحل متسلسلة. صلوا على النبي بسم الله بديت، والصلاة على النبي أمينهم واحد، ونصلوا على النبي واحد غير الله، والصلاة على النبي باختصار من واحد تاع الله غير 12 شهور. وحنا نقولوا في هذه الحضرة انواع الرقصة هي تاع البارود اللي كنتوا تشوفوه دروك، النوع تاع البارود هذه هي، والنوع الثاني هي كما قلت لك الحضرة، والحضرة تندار بالبندير بالطار. الحفاظ على التراث وإحيائه للأجيال مسؤولية تأخذها جمعية بارود معسكر وباقي الجمعيات الأخرى على عاتقها للحفاظ على البارود وما يسخر به.